عجبك ريلمي اكس 3 وقررت تشتريه، دورت على المواصفات بتاعته ولقيت ان هي مواصفات كويسه جدا بتقدم قيمه عاليه قوي مقابل السعر. ابتديت تدور هتشتريه ازاي، وبعد كده ما لقيتوش متواجد في مصر، هوب نزل خبر ان الموبايل هيتوفر في مصر قريب. طيب هينزل امتى؟ هينزل بكام؟ هل استناه ولا هيكون فيه اوبشنز احسن؟ الفيديو دوت انا جاي اجاوب لك على كل الكلام دوت، لان انا اشتريت ريلمي اكس 3 مخصوص علشان انت ما تضطرش تشتريه وجرب بنفسك. النسخة اللي انا جبتها من الموبايل هو ريلمي اكس 3 سوبر زوم ال 12 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت ذاكرة داخلية، اعلى نسخة موجودة في العالم من الموبايل دوت. وانا فعلا مش جايبها من مصر، الموبايل المفروض لسه منزلش مصر ولكنه هينزل قريب. هل النسخة ديت اللي هتنزل ولا النسخة اللي اقل؟ لسه مش متأكدين قوي، ولكن عموما الفرق ما بين الاكس 3 سوبر زوم والاكس 3 العادي ان السوبر زوم فيه كاميرا بيريسكوب شبه كده الكاميرا التليفوتو وبتعمل زوم احسن من التليفوتو شويه. في فرق برضه في الكاميرا الاماميه، وهي ديت الفروقات بس، مفيش حاجه ملحوظه قوي ما بين الموبايلين، فسواء دوت اللي نزل او دوت اللي نزل الفيديو دوت علشانك. اول انطباع خدته عن الريلمي اكس 3 اول لما طلعته من العلبه واول لما جربته، انا شفت الموبايل دوت قبل كده. الحقيقه انا شفت التصميم دوت 500 مره قبل كده، اخر مره فيهم كانت في الريلمي 6 برو، نفس الموبايل بالظبط من قدام تحديدا، مفيش اي اختلاف ما بين الموبايلين، نفس الشكل نفس الشاشه نفس حتى الملمس بتاع الموبايل مش مختلف كتير عن بعضه. تقدر تعتبرهم خدوا نفس حجم الشاشه من هنا وخلوها 120 هرتز وقاموا حطوها في الموبايل دوت، فعلشان كده الموبايلين من قدام جايين بنفس التصميم بالظبط، مفيش اي فرق ما بينهم. ومن الظهر نفس الترتيبه بتاعه الكاميرات، نفس المكان بتاعها، نفس الانحناءه بتاعه الموبايل، حتى الخامات هي هي، الموبايلين جايين بإزاز والفريم بتاعهم معمول من البلاستيك. الفرق ان ريلمي اكس 3 سواء السوبر زوم او النسخه الثانيه جايين بمات فينش، الظهر بتاعهم مش بيلمع قوي وده بيخليه مش بيبصم في الايد، انا حبيت الحته ديت اكتر بصراحه. ولكن خليني صريح معاكم، انا متضايق، الموبايل دوت ضعف سعر الموبايل دوت، فان الموبايلين يجوا بنفس التصميم ويجوا بنفس الشكل ويجوا تقريبا بنفس الخامات، ديت حاجه ضايقتني جدا في ريلمي اكس 3. الموبايل غالي مش رخيص، فانا ما حسيتش ان انا ماسك موبايل بريميوم قوي. فكره ان الفريم بتاعه بلاستيك مش هي المشكله بالنسبه لي، مش هي ديت اللي عملت الازمه، ولكن الفكره في التصميم نفسه، اللانجوج بتاعت الديزاين، الاحساس ان انت شفت الموبايل دوت قبل كده بسعر رخيص، على عكس مثلا الوان بلس 8 اللي انا قلت لكم ان انا بجربه بقالي كام يوم وهو الموبايل الشخصي بتاعي الفتره ديت. موبايل اكتر حاجه عجبتني فيه التصميم تقريبا، سواء الايدج سواء الماسكه بتاعته في ايديك، سواء ان هو مختلف عن الموبايلات اللي سعرها اقل الوان بلس. طيب يا احمد، احنا بنشتري الموبايل مش علشان التصميم بتاعه، احنا عايزين نعرف هل الموبايل نفسه فعلا كويس، هل هو مختلف عن المنافسين، هل هو يستاهل ان ادفع الفلوس بتاعته فيه. ديت محتاجه ان احنا نبص سوا على المواصفات بتاعته. الموبايل ده جاي بمعالج سناب دراجون 855 بلس، ما استعملوش 865 اللي هو اقوى بروسيسور موجود دلوقتي عند كوالكوم، لان هو بيتباع بسعر غالي شويه، فكان هيغلي من سعر الموبايل اكتر. بالنسبه للبدائل اللي موجوده عندك في مصر، ما عندكش في السعر دوت حاجه اقوى من 855 بلس، فانا مش متضايق من الخيار بتاع المعالج، هو يعتبر واحد من اسرع ومن احسن المعالجات اللي ممكن تشتريها في الفئه ديت، ودوا باين في التجربه العمليه وانت ماسك الموبايل وانت بتستعمله، انا حاسس بسرعه الموبايل في ايديا. 12 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت ذاكره داخليه، هو كومباينيشن مثالي لموبايل فلاج شيب كيلر. ننقل بقى على الحاجات الثانيه، الشاشه بتاعه الموبايل. هي شاشه اي بي اس 120 هرتز بتدعم سرعه ريفرش ريت مش موجوده دلوقتي في السوق المصري تقريبا غير مع الموبايل دوت تحت سعر ال 10000 جنيه. انما هي شاشه اي بي اس، في ناس كتيره جدا ما بتحبهاش. هل الالوان بتاعتها وحشه؟ لا، هي تعتبر شاشه كويسه. انا بصراحه مش قادر احس بفرق ما بين الشاشه ديت والشاشه بتاعت الريلمي 6 برو، نفس الالوان ونفس الدقه وللاسف نفس مستوى الاضاءه. مستوى الاضاءه في الريلمي 6 برو بالنسبه لسعره مستوى مقبول جدا، ما عنديش اي مشاكل معاه، انما برضو لما تعلى بضعف السعر فلا، انا يبقى عندي مشكله مع الشاشه كده لما تكون اضاءتها مش قويه قوي. احنا بنشوف دلوقتي في السعر دوت موبايلات بتيجي باضاءه 800 نتس و1000 نتس، حتى هنا الموبايل الاضاءه بتاعته مش مكمله 500 نتس، مش احسن حاجه قدامك. موضوع ال 120 هرتز دوت هيكون لطيف جدا لو انت حد بيهتم بالالعاب وهتحس بيه. ناس كتيره بتقوم قايله ان ال 120 ملهاش لازمه وان ما عندكش العاب اصلا بتدعمها، وديت للاسف مش الحقيقه. انت فعلا في العاب كتيره جدا في السوق دلوقتي بتدعم ال 90 وبتدعم ال 120 هرتز، وقدام كمان بما ان هي ديت المستقبل هتلاقي العاب اكتر بتدعم السرعات ديت في الريفرش ريت.
بطارية الموبايل حجمها 4200 ملي أمبير وبيدعم سرعة شحن 30 واط، بيشحن الموبايل من 0 لحد 100% في 55 دقيقة، ودي تعتبر سرعة كويسة. بس برضو بصراحة أنا اتضايقت ديت نفس السرعة اللي موجودة في Realme 6 Pro، نفس سرعة الشحن وهو هو المدخل USB Type C وحتى نفس حجم البطارية تقريبا. فأنا برضو متضايق علشان فرق السعر دوت، أنا مفروض آخد سرعة شحن أعلى من كده بالنسبة لأن Realme بتنزل لي موبايلات رخيصة وبتدعم نفس سرعة الشحن. عارف الموضوع مش فكرة إن Realme X3 وحش في سرعة الشحن أو بطيء مثلا، هي الفكرة إن الميزة ديت موجودة في موبايلات متوسطة، فانت مفروض في الموبايل فلاكشيب تقدم لي حاجة اقوى بكتير. لان خلينا صريحين، الانطباع الاولي بتاعي عن Realme X3 انا اللي خلينا ازود الفلوس وما اجيبش موبايل تاني اقوى منه بنفس السعر، او على الاقل اوفر في الفلوس اللي معايا واجيب Realme 6 Pro. دوت الانطباع المبدئي اللي انا خدته عن الموبايل، ودوت الاحساس اللي انا حسيته اول لما اشتريته. بالمناسبة الموبايل انا اشتريته من الفلوس الشخصية بتاعتي، فديت مراجعة اونست تماما. هل دوت معناه ان هو موبايل وحش؟ لا، الموبايل مش وحش تماما، وهيكون واحد من اقوى الموبايلات اللي موجوده في السوق المصري المخصصه للالعاب لو انت حد استخدامه تقيل للموبايل. بس هي الفكره هتعتمد على نقطه هينزلوه بكام في السوق المصري في الاخر. بالنسبه للسعر، فانا شايف ان هو لو نزل في السوق المصري ما بين ال 7000 وال 8000 جنيه هيكون موبايل ممتاز قوي. انا عن نفسي اتوقع ان Realme هتحاول على قد ما تقدر ترخص سعر الموبايل دوت علشان تقدر تنافس الشاومي بوكو اف 2 برو. ايوه الموبايلين دول هينزلوا في مصر، انما هو بالنسبه لي يعتبر موبايل في فئه الابر ميد رينج. كل حاجه فيه موبايل اعلى من الفئه المتوسطه، حاجات بسيطه ما عدا المعالج، هو اللي يعتبر معالج رائد او معالج قوي جدا. فاتمنى ان هم يلاقوا الحته ديت جدا في التسعير، وهشارككم برضو زي ما قلت برايي الكامل فيه كمان كام يوم. ولكن قبل ما اشارككم برايي في Realme X3 سوبر زوم، هنزل لكم الاول مراجعه كامله للون بلس 8، الموبايل اللي انا بستعمله كموبايل اساسي بالنسبه لي بقالي حوالي اسبوع تقريبا او اكتر شويه، والانطباعات بتاعته مبشره جدا. فلو انت اتحطيت في اوبشن انك تختار ما بين الاثنين دول، انا هرشح لك الون بلس 8. ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تتفرج على كل الفيديوهات اللي جايه ايا كانت المراجعه اللي انا هنزلها، وتابعني على انستجرام وعلى فيسبوك علشان تشوف الكواليس والاخبار كلها اول باول. كل يومين تقريبا بعمل فقره اسئله على انستجرام برد فيها على اكبر قدر ممكن من الناس. وبس كده كالمعتاد، كان معاكم احمد كمال من AK Review، استنيني في الفيديو الجاي.